الآن ينضم إلينا من أمام مستشفى شهداء الأقصى مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، ما الذي يصلك من معلومات بخصوص الوضع في مستشفى ناصر في خان يونس؟ مرحبا سهام. لا زالت الأوضاع هناك متوترة. آليات الاحتلال الإسرائيلي هددت المواطنين النازحين وحتى المرافقين للمرضى، وطالبت كل من يستطيع الحركة بالخروج من المستشفى منذ ساعات الصباح الأولى. خرجت أعداد كبيرة من النازحين، نحن نتحدث عن أكثر من 8000 نازح لا زالوا في داخل المستشفى أو كانوا يمكثون في داخل المستشفى منذ ساعات الصباح. وبعد التهديدات الكبيرة بدأ النازحون بالخروج بشكل تدريجي باتجاه الساحات الخارجية في مجمع ناصر الطبي. حتى هذه اللحظة لا زالت الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل عملياتها في محيط مجمع ناصر الطبي، تحاصر مقر المستشفى. لا زالت أيضا تعمل بشكل كبير في المناطق الغربية من خان يونس. حتى هذه اللحظة تقوم بالسماح للمواطنين من خلال حاجز طيار أقامته على بوابة المستشفى، وتقوم بالتدقيق في هويات المواطنين الخارجين من داخل المستشفى. وهذه العملية قد تستغرق وقتا. حتى اللحظة لا زالت أعداد المواطنين يعني تخرج بشكل متتالي على شكل أفواج من داخل المجمع الطبي. الخشية سهام حقيقة هناك هو حول تأثير هذه الخطوات الإسرائيلية من تأثيراتها على واقع المنظومة الطبية والعمل الطبي في داخل المجمع. نحن نعلم جيدا بأن هذا المجمع هو أكبر المجمعات الطبية في جنوب قطاع غزة، يقدم خدمات طبية شاملة ومتكاملة لسكان جنوب قطاع غزة، تحديدا مدينتي رفح وخان يونس والأجزاء الشرقية أيضا من مدينة خان يونس بالسابق، يسانده في ذلك المستشفى الأوروبي. لكن خروج هذا المستشفى عن خدمة بلا شك سيضع حياة آلاف الجرحى وحياة آلاف المرضى في خطر شديد، لا سيما أن العدد الأكبر من سكان منطقة جنوب قطاع غزة يعتمدون في خدماتهم الطبية المتنوعة والمختلفة على هذا المستشفى بشكل أساس. وبالتالي الأوضاع هناك تزداد صعوبة في موازاة استمرار عمليات قصف الاحتلال لمنازل المواطنين في المناطق الغربية، واستمرار العمليات العسكرية في استهداف الأماكن السكنية المختلفة في المناطق الغربية، لا سيما مناطق حي التفاح ومنطقة الأمل وغيرها من الأحياء الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إذا ما انتقلنا إلى وسط القطاع، قبل قليل وصلت جثامين قرابة 5 شهداء جراء استهداف منزل سكني في مخيم النصيرات وسط القطاع. حتى هذه اللحظة لا زالت الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تعمل في المكان لإزالة الركام وانتشال المزيد من الضحايا. طبعا هذا يأتي على وقع غارات إسرائيلية كانت قد شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع، في المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة تحديدا إلى الشرق من دير البلح ومنطقة وادي غزة. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها المدفعية، وكذلك استهدفت الطائرات المسيرة تجمعا للمواطنين بالقرب من منطقة وادي غزة في وسط قطاع غزة. في مدينة غزة أيضا شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات متفرقة على المدينة. منذ الصباح وصل قرابة 10 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي جراء استهدافات متعددة، كان بعضها لمركبة مدنية وبعضها لتجمعات للمواطنين في المناطق الشرقية من مدينة غزة. في شمال القطاع الأوضاع هادئة بشكل نسبي، يتخللها من حين لآخر عملية استهداف وقصف مدفعي من حين لآخر في المناطق الشمالية الشرقية من قطاع غزة، في ظل استمرار طبعا هذا التصعيد، في ظل استمرار وتفاقم الأزمة الإنسانية لسكان القطاع، في ظل شح المواد التموينية، في ظل انعدام أي أفق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق التي أصبحت بالفعل مناطق منكوبة بكل ما للكلمة.